شيف، هاي ملك، كيفك؟ نشكر الله. شو اليوم مطبخنا من مصر ومن مصر. الدنيا؟ مصر ومن الدنيا. اليوم حنعمل اكل مصري عن جديد، مش اول مره نعمل. فاليوم حنعمل جيش اسمه جيش شركسي. هو مش يعني هو مطبخ المصري اخذها من مطابخ ثانيه. حنعمل كبده بقر مع خضره. حنعمل غيبه هي عباره عن مثل بسكوت حلو يعني مع القهوه اكثر شيء بيروح. وحنعمل باميه باللحمه. لاحظت شغله، انا المصاري كثير بحبوا الباميه يعني. حتى موظفين اللي معنا بالشغل بحبوا كثير الباميه، بس كون في صحن باميه كانه يعني مثلي يعني بحبوا كثير الباميه. حنعمل باميه باللحمه، واكيد ما ننسى انه كمان حتى الباميه باللحمه بيروح حدا رز بشعيريه. بس حنعمل نوع رز واحد اليوم اللي هو رز ابيض اللي بيروح مع الدجاج الشركسي. اوكي حنبلش؟ يلا. اول شيء حناخذ الدجاج لنعمل منه ستوك مرق. مرقة الدجاج. ايه حناخذ نحط الفخذ الدجاج. انا بحب فخذ الدجاج اكثر من الصدر، فعم بستعمل فخذ. ليه؟ بس فيك تستعمله. انه شو مدهن شوي؟ ايه بقى انه ايه طعمته هيك. انا صراحة كمان هيك. بحب فخذ الدجاج اكثر من السفينة. حنحط هلا خليه تغلي عليه المي ليطلع منه اول وجه زفرة. ماشي. بعدين بنحط بوكي جارني اللي هي المواد المعطرة، بصلة، جزرة، شوية حبهيل، شوية كبشة قرنفل. هلا بهالوقت حنحضر البصل تبع الكبدة. اوكي. حناخذ بصل جوانح كلهم. إذا بتروحي على مصر بتلاقي في مثل شو بيقولوا عربيات بيعملوا هيدي بيعملوا ساندوتشز. هاي هي؟ هاي هي. هلا بدك تعمل لي ساندوتش كبدة؟ ما حنعمل ساندوتش. عارفه كيف بيعملوا ولا ساندويتش؟ هلا انا بعد الحلقه بعمل. لانه سمعنا انه اهلنا بمصر كثير بحبوا الكبده على انواعها، وحتى بيدخلوها مثل ما سبق وذكرت بالمحاشي كمان، صح؟ بكل شيء بحطوا يعني بحط في غز بالكبده بسموه غز بالخلطه. بحطوا معه كبده وزبيب ويعني مثل غز الشرقي. بس بحطوا فيه بدل اللحم المفروم بحطوا محلها كبده. فبيحبوا بحب ياكلوا كبده. بس هي اللافت انه بتلاقي على طول في عربيات عليهم عم يبيعوا كبده بشوارع مصر. شو كمان في عربيات بيبيعوا اشياء؟ كل شيء اكيد. هلا عندك محلات في فول وطعميه والى اخره، بس هيدي لانه هي اللحمه عم بحكي انا. بتلاقيها موجوده عربيات عم تنباع على الطرقات. حنحط بصل. حطينا فليفله، حناخذ ثوم،